خلصنا السهل، جايين بقى للصعب، جايين للحاجة اللي ما فيهاش أي ملمح من ملامح الهزار الحقيقة. تمام. بالنتائج اللي خلصت بها المجموعات العشرة، تم خلاص يعني الاستقراء على التصنيفات اللي هي كانت متوقعة وطبيعية، وكان أي حاجة غيرها كان هيبقى هو الاستثناء وغير العادي. يعني خلاص التصنيف الأول هم المتصدرين طبقا لتصنيف الفيفا عالميا وأفريقيا، السنغال، المغرب، الجزائر، تونس ونيجيريا، بلا مفاجآت. هي اللي احنا بنتكلم فيها من أكتر من شهر، هي المنتخبات اللي احتلت التصنيف الأول، ثم بيأتي منها طبعا التصنيف الثاني اللي بتتصدره مصر، ولو أنها كانت لأقرب حظا إلى أن تدخل ضمن الخمسة الكبار. دي قراءة طبيعية منطقية للتصنيف، أنه الترتيب اللي حطه الفيفا هو الترتيب اللي خلصت عليه المرحلة الأولى من التصفيات. مظبوط، وكل رؤساء المجموعات هم اللي صعدوا، يعني مفيش أي مفاجأة. في حتى المستوى الثاني اللي هم الخمسه مستوى الثاني اللي احنا من ضمنهم، كل رؤساء المجموعات صعدوا. حتى لما كان يبقى في مفاجاه ان كوت ديفوار تصعد على حساب الكاميرون او البنين تصعد على حساب الكونغو، ما حصلتش. اي نعم في اخطاء تحكيميه رهيبه بالذات في مباراه كونغو وبنين ومباراه جنوب افريقيا وغانا، لكن كل المتوقع حصل. يعني كل المنتخبات المتوقع من بدايه القرعه انها تصعد هي اللي صعدت. ما هي النقطه بس اللي احنا فقدنا حته ان احنا لو كنا لعبنا مباراتين في التوقف بتاع يوليا اللي كل يوني اللي كنا كلنا بنتكلم عليها، كان زمان دلوقتي التصنيف الخامس. هي دي النقطه الوحيده بس اللي احنا غلطنا فيها، الماتشين بس. احنا كنا محتاجين كل القصه كلها 12 او 13 بونت منا بالنيجيري في التصنيف. لو كنا لعبناهم اي منتخبين جبناهم ولعبناهم، خدنا حتى لو كسبنا 8 بونت 9 بونت على ارضنا، كنا زمان للتصنيف كنا من خمسه كبار. بس ان شاء الله نتدرك الموقف، واللي عايز كاس عالم ما يخافش من حد. جميل. احنا ممكن لان احنا ممكن اقول حضرتك على حاجه، احنا ممكن نبقى خامس مجموعه ونيجيريا سادس واللعب بالظبط، ودلوقتي ممكن تكون نيجيريا الخامس مجموعه واحنا السادس واللعب. طيب. وانا اتمنى نيجيريا لا نلعب عليها ونكسب. لا نيجيريا وهنشوفها في بطوله افريقيا، هنلعبها في بطوله افريقيا على فكره، معنا في المجموعه نقدر نكسبها، نقدر نصعد على حسابها. تونس نفس الكلام. يمكن تونس عندها بس الجرينتا اللي عندنا برضو، اللي انا هلعب كاس عالم فانا هادي برضو بروح وبقلب، لكن كمستويات لا، مستويات كلها متقاربه. جميل. يعني المغرب المغرب تاني فرقه عايز اتجنبها، لان المغرب بدات تعرف تكسب وبقت بتكسب كل مباريات. يعني المغرب اللي كسبانه كل مبارياتها، مجموعه بتاعتها برضو كانت في متناول، لكن هي بتكسب وبتكسب بنتائج كبيره. يعني عندها ثقافه اللي انا لو كسبت واحد واثنين لا اجيب الثالث والرابع والخامس، دي ثقافه عاليه عند اللعيبه المغاربه، كلهم محترفين، مفيش لعيب مغربي بيلعب غير ايوب الكعبي اعتقد لعب امبارح وجاب جون. لكن المغرب لا، فرقه قويه وهتبقى قويه جدا على ارضها وبتعرف تكسب وعندها ثقافه المكسب على طول. فانا يعني برضو دي تاني فرقه بستبعدها، يعني تاني فرقه اتمنى ان انا ما لعبهاش، لكن لو لعبناها نقدر نادي معاها برضو ما في مش المستوى برضو اللي انا اخاف منه قوي. احنا بس مستوانا هو اللي خلانا قاعدين طب هنلاعب ده، لكن في الملعب يا جماعه الموضوع بيبقى مختلف تماما. لكن في المباراه اللي فاتت وان هو ظهر وادى، لا هو اصلا المنتخب ما حدش تقدر تقول ان هو ظهر في الحته الدفاعيه، ان هو كان بيهاجم او بيبني هجمه، وتقدر تقول ان هو كان جاي. والحقيقه مش عايز اقف عند انه لعيب كويس. المنتخب ما ينفعش يبقى فيه لعيب كويس، المنتخب محتاج لعيب سوبر واكتر من سوبر. الدول الافريقيه اللي وصلت كاس العالم في العشرة الكبار دول عندهم في كل مركز واحد واثنين وثلاثه وبيلعبوا في اوروبا، واشرف حكيمي بيلعبوا في احسن فرق في اوروبا. بالزبط. مش مجرد ده باك يمين، معلش هنلاعب اكرم عشان ما فيش حد زيش مستبعد وافضل جناحه اوروبا. انا بتكلم في كده، يعني ده عندهم في كل مركز ثلاثه اربعه لعيبه، مش متخيل هذه المنتخبات. ولو قابلناهم الحقيقه هيبقى في مشكله كبيره جدا. انت بتلاعب لاعبين من عيار ثقيل. عندك تصور كده ممكن نلعب مين في الخمسه او توقع؟ يعني لان الحقيقه الخمسه اخطر من بعض. قبل ما ندخل في الحته دي، في اتفاق كان بيني وبينك في امم اوروبا وانا 90% اللي كسبته، فبرضه هيكون في اتفاق جديد ان شاء الله، لان انا يعني متوقع طبعا دي حاجه في علم الغيب. لكن انا اتمنى ان احنا نبعد عن المغرب، واتمنى نبعد عن الجزائر، واتمنى نبعد عن السنغال. ما فاضلش نيجيريا وتونس. نيجيريا وتونس كده، لان انت خلي بالك يعني هم الفرقتين اللي عندهم مشاكل. اول حاجه برغم ان تونس برضو اخر ماتش كسبان اربعه، ويعني برضو وطلع اول الموضوع مش سهل برضو، وعندهم قائمه من المحترفين. نتكلم عن العشر منتخبات ونتكلم عن منتخب. خلينا نتكلم ان اقوى خط دفاع في البطوله هو مالي. طبعا. فمالي برضو عايز اقول لك يا استاذ عبد الغني، احنا ما دخلش فيهم ولا جول. ولا جول. ما دخلش فيهم ولا جول. بعد كده في التصنيف الاول اقوى خط دفاع هي المغرب، ما دخلش فيها ولا جول. فهي المغرب برضو هي اللي حققت بالعلامه الكامله، واعتبر من اقوى المنتخبات، يعني لازم اتمنى نبعد عنها. يعني عايز اضيف معلومه بس الاول، الناس بيقول لك ان في القرعه ان المنتخب التصنيف الاول اللي هو منتخبات التصنيف الاول المباراه الاولى هتتلعب بره ملعبها والثانيه هتلعب لا هيتعمل قرعه تلعب مباراه خارج ملعبك او في ملعبك.
عارف زي ما بيقول كده حاطط في بطنك بطيخه صيفي، انت هتلاعب اي حد، ما حدش فارق معاه ان نلعب الجزائر نلعب المغرب، ده احنا بنتكلم في الماتشين دول. امال لو صعدنا، امال لو صعدنا كاس العالم يا استاذ اشرف وابتدينا نلاقينا نفسنا في مجموعه فيها البرازيل ولا الارجنتين ولا اسبانيا ولا ايطاليا هنعمل ايه؟ بالظبط. عايز اقول لك برضو اكد لك ان انا تجمعنا علاقات ببعض الاعلاميين في الدول العربيه، هم خايفين منك تماما زي ما انت خايف منه. طب منتخب مصر في التصنيف الثاني هو اقوى المنتخبات، يعني انت معاك مالي ومعاك الكاميرون لكن انت اقوى منتخب. ولولا عدم لعبنا المباريات وديه وتصنيفنا الرانكينج بتاعنا تراجع كنا زماننا في التصنيف الاول يعني. بالظبط، كان زماننا في مكان احسن من كده. لكن عايز اقول لك برضو ان في منتخبات موجوده معاك في المستوى في التصنيف الثاني انت ما كنتش تتمنى تقابلها. طب منتخب مثلا موجود زي منتخب غانا، دايما الفتره الاخيره حظهم عالي علينا. بالظبط، هو على المستوى الهجومي مش هو منتخب غانا اللي نعرفه، اللي كان بيلعب كاس العالم 2010، منتخب غانا اللي كان في اخر 10 سنين بيقلق اي فريق قبله على المستوى العالم. هتلاعب الكاميرون برضو فرقه تقيله ومالي فرقه تقيله، محدش يقول ان احد 10 في فرق اللي صعدوا، مفيش حد، حتى كونغو برضو مع هيك الكوبر برضو فرقه تقيله، ربما تكون هي اضعف المنتخبات لكنها برضو وصلت وادت اداء جيد واول المجموعه وتجميع النقاط بشكل جيد وكوبر عامل منهم شكل. بالظبط بالظبط، لا وظهر ومنتخب محترم طبعا ولازم نحييهم طبعا على وصولهم حتى لهذه المرحله الاخيره. بالطبع هي اضعف المنتخبات لكن ان هم وصلوا للدور ده. وكل شيء بس وارد. سؤال لانه التغييرات الاربعه اللي حصلت في ماتش الكونغو سمعنا ان الموضوع انتهى والموضوع رجع اتفتح تاني امبارح من الفيفا، يعني استندوا على بند موجود في اللائحه وقال لك ده وارد جدا جدا لان هم رجعوا الحكم. قال لك لو حصل فعلا يعني هم كلموا الحكم ان هو فعلا عنده ارتجاج في المخ، فانت في الحاله دي لا وارد جدا ان انت تغير والامور تسير يعني بشكل. فهو لا قانونا الكونغو موجوده. اللاعب الرابع في التغيير عشان اللاعب اللي في الملعب كان مصاب بارتجاج في المخ، دي الحاله الوحيده هم استندوا على بند في اللائحه ان انت في الحاله دي تقدر تغير. فبالتالي فقولا وحيدا خلاص الكونغو موجود. في مشكله كمان في مباراه غانا، يعني برضو في حديث ان المباراه قد تعاد لانه برضو في هدف والحكم اعترف انه ضربه الجزاء مش صحيحه. لا 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 الموضوع اتقفل، الموضوع انتهى برضو قولا وحيدا غانا والكونغو في المرحله الاخيره والموضوع خلاص يعني اتقفل الموضوع. وان شاء الله القرعه بقى تتعمل على هامش البطوله اللي جايه وان شاء الله يعني خلاص تقدر انت تعمل حساباتك ان دول موجودين في التصنيف الثاني. بتقول لي احسن فرقتين ممكن نقابلهم، ولو ان مش شايف ان احسن، شايف ان الخمسه زي بعض تونس ونيجيريا. شايف المنتخب تونس لا اقل فرق، انا شايف نيجيريا وتونس اقل من بتقول الاثنين اللي ممكن نقابلهم فيبقى في فرصه بالنسبه لنا تونس ونيجيريا. برضه نيجيريا مش سهل. بص يا سند، نيجيريا عندها مشكله في الخط الدفاعي بتاعها. نيجيريا ما عندهاش التوازن الدفاعي بشكل كبير، عندها دايما دفاع وهمي. هي قوتها في الاثنين المهاجمين بتوعها، يعني قوتها في الثنائي الهجومي بتاعها، لكن هي على المستوى الدفاعي مش عندها الاداء الدفاعي ثابت باستمرار. مقارنه، انا بكلمك مقارنه بالمنتخبات الثانيه. لا انا بتكلم نيجيريا طول عمرها طبعا. خلي بالك نيجيريا اكتر فرقه في افريقيا عندها محترفين على مستوى العالم. بالظبط، وده شيء كويس جدا جدا. نيجيريا منتخب وممكن مرعب. وممكن يتم استدعاء لاعبين جدد ويتقلب المنتخب اصلا على العقب، لان هم مش دايما بياخدوا الجاهز، وممكن في التوقيت ما نلعبهم في شهر مارس لو وقعنا معاهم في القرعه تلاقي منتخب تاني خالص غير اللي موجود ده. بالظبط، عشان كده بقول لك نيجيريا انت ما تستنش، بس انا بقول لك مقارنه او من خلال التصفيات بدايه من اول جوله لاخر جوله، لا نيجيريا انت قد تكون اضعف منتخب.